وهذا يقول: يقول أهلي اذبح الذبيحة ووزعها على المساكين دفعة بلاء، فهل تجوز تلك النية؟ هذا فيه تفصيل، ذلك أن ذبح الذبائح إذا كان من جهة الصدقة ولم يكن لدفع شيء متوقع أو لرفع شيء حاصل ولكن من جهة الصدقة وإطعام الفقراء، فهذا لا بأس به، داخل في عموم الأدلة التي فيها الحظ على الإطعام وفضيلة إطعام المساكين. وأما إن كان الذبح لأن بالبيت مريضا فيذبح لأجل أن يرتفع ما بالمريض من أذى، فهذا لا يجوز ويحرم، قال العلماء سدا للذريعة، ذلك لأن كثيرين يذبحون حين يكون بهم مرض لظنهم أن المرض كان بسبب الجن أو كان بسبب مؤذن من المؤذين، إذا ذبح الذبيحة وأراق الدم فإنه يندفع شره أو يرتفع ما أحدث، وهذا لا شك أنه اعتقاد محرم ولا يجوز، والذبيحة لرفع المرض والصدقة بها عن المريض قال العلماء هي حرام ولا تجوز سدا للذريعة. وللشيخ العلامة سعد بن حمد بن عتيق رسالة خاصة في الذبح للمريض. كذلك إذا كان الذبح لدفع أذى متوقع، مثلا كان بالبلد داء معين فذبح لدفع هذا الداء، أو كان في الجهات التي حول البيت ثم شيء يؤذي فيذبح ليندفع ذلك المؤذي، إما لص مثلا يتسلط على البيوت أو أذى يأتي للبيوت فيذبح ويتصدق بها لأجل أن يندفع ذلك الأذى، هذا أيضا غير جائز ومنهي عنه سدا للذريعة، لأن من الناس من يذبح لدفع أذى الجن وهو شرك بالله جل وعلا. فإذا تحصل من ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة فيما رواه أبو داود وغيره، وقد حسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون، أن معنى داووا مرضاكم بالصدقة يعني بغير إراقة الدم، فيكون إراقة الدم مخصوص من ذلك من المداوات بالصدقة لأجل ما فيه من وسيلة إلى الاعتقادات الباطلة. ومعلوم أن الشريعة جاءت بسد الذرائع جميعا إلا يعني الذرائع الموصلة إلى الشرك، وجاءت أيضا بفتح الذرائع الموصلة للخير، فما كان من ذريعة يوصل إلى الشرك والاعتقاد الباطل فإنه ينهى عنه